موقع روكت ليج اكستشينج يوفر لك كل اغراض روكت ليج سواء على البلاي ستيشن، اكس بوكس، ستيم، ايبك جيمز، يوفر لك كل طرق الدفع. رابط الموقع في الديسكربشن والموقع معرب بالكامل. لا تنسون تستخدموا كود خصم في اس ال. السلام عليكم، اليوم جبت لكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم مقطع لسياره حقت فيلم. قبل نزلت ثلاث سيارات حقت فيلم السرعة والغضب او فاست اند فيوريوس، الدوج والدوج الثانيه نيسان جي تي ار. فهذه السياره راح تكون حقت فيلم ذا فيوتشر. قبل ما نبدا ترى قاعد اجرب، يعني قاعد العب يد غير اليد اللي العب فيها في المقاطع اللي راحت. هذه هي اليد اللي ما شاف مقطع امس، يعني يرجع يشوفها ويشوف اليد حقتها ايش وزي كذا. اليد رهيبه، قاعد العب فيها بلوتوث، متعود اني العب دلك وزي كذا. ان شاء الله نادي فيها، يعني ما تعودت عليها للحين، ما تعودت على ازرارها لانها تختلف عن اليد العاديه حقت بيس 4، معدل الزبده. نروح عند الجراج، ندخل على السياره ومثل ما تشوفون تحت اليمين مكتوب باك تو ذا فيوتشر. الله يسعدكم جميعا اللي حطيت كود الايتم شوب، الله يسعدكم. تروحون على ايتم شوب، تضغطون ار2، تحطون بي اس ال، ثلاث حروف جدا سهل. وان روكيت، وان فورتنايت، اي واحد يحطه يرسل لي في الانستغرام سناب. الله يسعدكم جميعا، ما تدرون قديش هذا الشيء يدعمني جدا جدا جدا. وقبل ما يبدا المقطع لا تنسون زر اللايك، اشتركوا في القناه، خلونا نوصل 150,000 اقرب وقت. ما بقى لنا شيء 150,000، باقي اقل من 20,000. تركوا على زر التنبيهات يعني اهم شيء. خلونا نبدا المقطع. طيب راح نلعب 2v2 وان شاء الله انه يجينا خصم او يجينا تيم ميت كويس، يعني واحد معنا في الفريق كويس. ما ادري هل بيجينا واحد كويس ولا لا، بس غالبا يجينا ناس ما يعرفون يلعبون. يعني فوق كذا اني قاعد العب يد غير اليد اللي العب فيها، فلعبي جدا سيء جدا جدا سيء. لكن انا جاي العب هذه اليد عشان اتوج عليها وخلاص اصير العب فيها في كل المقاطع. حاولت اني اتدرب عليها امس عشان اسجل مقطع اليوم، لكن الى الحين ما تدربت التدرب الكامل اللي يخليني العب زين. بسم الله وعلى بركه الله. اوكي عندي لاج انا، ليش؟ تكفى يا خوي. يا ساتر، لا 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 لا، هذا هدف. يوه تكفى يا خوي، ايش قاعد تسوي يا خوي؟ طالع في التفجير يعني. اوه تذكرت هذه السياره تطير، تطير الكفرات اذا طرت انت. او شلون اشرح لك كمان؟ يوه بغيزي غيزي اير دراج، والله العظيم يعني اللعب لك عليه شوي. الخوي جدا سيء عيال، درجة ما تصورونها. اوه فيهم تفيك هذول شباب، ايش فيه؟ والله تفيكوا كلهم. يلا يا خوي تكفى سوي شيء. اوكي انت رايح فين يا حبيبنا؟ القم تاركين الكورة، القم 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 القم. وطق الكورة تو شاطف، وتلاحظون كيف الكفرات تصفط كذا اذا لا لا طقها طقها يا خوي. لو ضغطت بوست الكفرات يطلع منها نار. يا ساتر توني الاحظ والله. لك يا خوي الله عليك قولك. الله يا خوي قسم بالله انك نكبه، والله انك نكبه. في احد يخلي الكوره زي كذا؟ لاحظوا كيف شفناش بعد الجدار بس ما يسوي شيء، والله غريب. شوت عندي تكفى. يلعب الحالة يلعب الحالة يلعب الحالة يلعب الحالة يقطع ام الحالة. نقول له العب معنا تكفى ارحم اهلك، كاني مو موجود في الجيم. يا ساتر والله العظيم ما منك فايدة. قاعد ورا ليش؟ قاعد ورا ليش؟ والله ما ادري ايش قاعد اسوي ورا، قسم بالله ما يتقدم ولا شيء يا عيال. مو مناور شيء. تكفى يا خوي يخسو شيء يقطع ام الجلطه يا عيال. شوف شوف لا ورا النص ليش؟ اوكي سجل هدف اخيرا. والله يا لعبه غريب بالله هذا تشامبيون. وفي ذا وش اسوي فيه يا عيال؟ ام الجلطه بيجلطني يا عيال، بيجلطني والله بيجلطني، قسم بالله بيجلطني. اي سو فورفيت يا اخي. قولك تكفى، قولك لا تجلطني تكفى. ايييييه اخيرا احد يفهم. يا عمري يا خوي تكفى، لف يسار اي شيء. طيب الكوره طيب. القوم والله الى الحين ما اعرف اطير يا عيال. باليد ار1 وار2 كلها شو اسمه زي يد الاكس بوكس، ما تعودت العب بيد الاكس بوكس. لك يا خوي. يا عمري. يوه اخيرا احد فهمني يا عيال. يا اخي من اول يا اخي، يا اخي من اول يا اخي. حلو حلو يا خوي.
تكفى يا خوي. لا ما تصدمني تكفى. جي جي يا شيخ جي جي. الله يستر الله يستر. يا ساتر يبغى يصدمه. أهلين مرض. يالك. نايس. إيه نططوا وصدموا. أم اللعب المخيس. يقطع أم القهر يا شيخ. تكفى. يوه. وات. بدأوا يشطفون يا عيال ايش فيه. يو يا ساتر يا عيال. تكفى. يو يا عمري يا شيخ يا ساتر ايش هذا؟ وتضيع بعد دخلت بالسياره في المرمى خلاص. اوه اخيرا خوي يجمل يجمل. تكفى روح شلونك يا اخي مره فاضي. القوا. اوه لا 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 يا خوي لا لا تفيكنا. مع السلامه شباب. مشي 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 يا عمري. يو نايس اقسم زلندرمان زلندرمان المعرق. اوكي اتي ما طرت يا شيخ. الله يا شيخ القم 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 بعدين نعرف شوي نطير. والله العظيم اقسم بالله انه صعب يا اخي. بدل زر وتبديل يد جيزي والله. وين الكيك اوف حقه تعبان جدا جدا لابعد درجه. امشي تكفى يا خوي يا خوي. سوى ذا ايش ترك الكوره كذا؟ شوف كيف والله غريب يا عيال ما لقيت احد الا واحد بس والباقيين الله بالخير. اوكي ايش خوينا؟ خذها بس واو واو خلاص اشغلتنا. واو 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 تكفى والله العظيم ما ينفع معه ولا شيء قسم بالله ضبطته والله. والله تكفى. اي حلو الشقلبه. ايوه ايوه بيضيع بيضيع شيش. والله العظيم اني قايل لكم. صدمتهم لك صدمتهم لك ما تشوف كذا. المهم يا مخير. حلو حلو تسديم الوضع. وين بول تشيسر الف. بساطة. اوكي. طم القهر يا عيال. ليش تحمست رحت فوق زيادة؟ والله ضبط لك اسس يا سيدنا. يو يا البلك. والله انجبت له نشبة. لا لا يا اخوي لا ما تخش كذا الله يسعدك. اثنين خاشين عليك. اثنين خاشين عليك. شكرا. مرة ثانية ما تاخذ كورة مني. واو. نقش تكفى اي شيء اي شيء. سو اي شيء. الله عليك. تكفى. الله ياخذ ابليس. يلا خوي شوف بيعطيك اسيست وانت تسجل هدف ها. بيعطيك اسيست يا اخي لا تخيش. والله كانت في مرمى يا ساتر. ليك يا خوي. الله عليك. يا ساتر. طيب اخذ البوست الله يقطع ابليس. روح اسست يا اخي طق الكوره يا اخي ايش فيها في جدار سنتين بعدين كبني حلو دو والله عدي 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 جول الله عليك يا شيخ بدينا نتناغم انا اي واحد يصير توكسيك هذي واقول او ماي جاد كلوز وان عشان نمشي الوضع يعني نمشي المقطع الا كان عرفت. اوكي ناول طيب ناول يا ساتر
والله انشبت لهم نشبة الألم. دا وش ذا الحظ يا عيال؟ اوه اشو انه في الخوي ذا موجود مو بطاقة شش. لقيت سنة يمشي 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 لين متى؟ عم القهر. يا ساتر انا اشوف هي حظ ولا حظ مليون يا شيخ. يلا يا خوي جه ثاني تكفى. العب العب الله ابغى يجيبون هدف من بروده يا شيخ بارد الف اخر قلت تمشي بالحين جول ماشي. يلا طير اوكي ووه ريحة هلين جلطة لك يا خوي جولك جولك يا ساتر لك ها يوه كلوز الله برا ما تدخلني في المرمى الله يسعد قولك هذا منين طلع لنا ذا الله يسلمه لا تكفى لا 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 انا انتهيت لا تنسوا اللايك اشتراك كمال خير في امان الله سلام.